السائل يقول: ما حكم التمذهب بأن يقال هذا حنبلي وهذا شافعي مثلا إذا كان ليس ثمة تعصب؟ لا بأس بذلك، هذا ليس من التعصب، وإنما هو من الاتباع. فالعالم المتمكن لا يحتاج أنه يتمذهب، أما العالم الذي لا يتمكن من الاجتهاد المطلق فهذا يقلد إمامه، ولكن لا يأخذ قوله حتى يمحصه ويعرضه على الدليل، يعرضه على الدليل، لا يتعصب له ويأخذ القول أخطأ وأصاب لمجرد أنه قول فلان، لا، عندك الدليل والميزان ولله الحمد. نعم.